ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، واستعراض وتحليل لمنشطات الصحافة الصادرة صباح اليوم من خلال ضيفي وضيفكم العزيز جدا منوردة في الاستوديو، الكاتب الصحفي المتميز استاذ عادل السنهوري، مدير تحرير جريدة اليوم السابع. استاذ عادل دايما منورنا، الله يخليك، ونهارك دايما سعيد، وبصبح عليك وعلى كل المشاهدين، ورب تكون طلقنا عليهم يعني كويس، أكيد أو أكيد أخبار متفائلة بإذن الله. يا رب يا رب. قبل ما استعرض أخبارنا، عايز أنوه عن أرقامنا اللي بنعرضها قدامكم على الشاشة علشان اللي عايز يشارك معانا ويكون فيه مداخلات. هقول لكم الأرقام 0900938 أو 1480، تاني 0900938 أو 1480، تاني عشان بيصلحوا لي الرقم 0900938 و 1480. خلينا نستعرض أخبار الصحافة بداية من أخبار اليوم صفحة 4، إطلاق أكبر تحالف اقتصادي أفريقي من القاهرة ديسمبر المقبل. أخبار اليوم صفحة 3، بعثة صندوق النقل الدولي بالقاهرة 11 نوفمبر. المصر اليوم صفحة 1، المركز اللوجستي لتداول الغلال يحرر مصر من الضغوط الدولية. الشروق صفحة 8، الشمس والرياح طريق مصر للخروج من الظلام. المصر اليوم صفحة 1، واشنطن ندعم جهود الجيش المصري في سيناء. الأهرام صفحة 1، مقتل 4 تكفيريين وضبط 10 إرهابيين بسيناء. الشروق صفحة 1، تفاصيل جديدة عن خلية إخوان مصلحة السجون. اليوم السابع صفحة 1، مفاجأة، أعضاء بالإخوان يخوضون الانتخابات بقرارات منفردة. المصري اليوم صفحة 1، فشل مفاوضات الجنزوري مع الأحزاب حول القائمة الموحدة. اليوم السابع صفحة 1، الكسب يقدم قائمة بأسماء رموز عهدي مبارك ومرسي المتورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة. الأهرام صفحة 1، مواجهات في يوم غضب فلسطيني لإغلاق الأقصى. وأخيرا الأهرام صفحة 1، 60 عاما على الثورة الجزائرية، أو 60 عاما على الثورة الجزائرية. خلينا نبدأ من أخبار اليوم صفحة 4، إطلاق أكبر تحالف اقتصادي أفريقي من القاهرة ديسمبر المقبل. أخبار كتير، خلينا بقى نعلق بشكل سريع. يعني طبعا بالتأكيد يعني مثل هذه النوعين من الأخبار هي أخبار مبشرة، يعني بمعنى أنه التركيز على أفريقيا والتحالف أو التعاون مع أفريقيا، أعتقد هو ده كان المطلب والنداء دايما، ان علينا انه احنا العمق الاستراتيجي بتاعنا في افريقيا مهم جدا طبعا. لاسباب كثيره جدا، من اهمها المياه اللي هو الامن القومي المائي لمصر. فبالتالي مساله التركيز على افريقيا في مساله التعاون الاقتصادي ده شيء مهم جدا طبعا. احنا كنا دخلنا في مجموعه الكوميسا، افريقيا فيها تكتلات اقتصاديه كثيره جدا. المفروض ان احنا كدوله رائده في القاره الافريقيه ولها ميراث تاريخي وميراث نضالي مع دول القاره في سنوات التحرر، يجب ان احنا نستغل يعني هذا التاثير في يعني اقامه علاقات اقتصاديه تستفيد منها دول افريقيا بالخبرات الفنيه، وتستفيد مصر بحجم تجاره. يعني احنا بنتكلم ان هناك ثلاث تجمعات اقتصاديه في افريقيا، حجم يعني الناتج القومي بتاعها تقريبا تريليون و 300 مليار، مش بسيط. يعني اعتقد ده رقم مش بسيط، والقاره ماليه جدا بثرواتها. فاعتقد انه هذا المؤتمر انه تخرج عنه نتائج لتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي الفعال، وعلينا ان احنا يعني انا مبسوط استاذ عادل حضرتك قلت كلمه الفعال. ما هو لازم، ما ينفعش انه احنا نجتمع ونقعد بقرارات وهذه القرارات بتتحط في الادراج وتتنفذ بالظبط. الحاجه الثانيه، عايزين نلغي من عقولنا الانطباعات الاوليه السيئه او المسبقه او المعلبه عن افريقيا. لا، يعني افريقيا غيرنا سبقنا بسنوات كثيره جدا، استثمر فيها بالزبط. استفاد ونجح. استفاد منها ونجح، لان هذه قاره بكر ما زال لم تستغل حتى الان، رغم سنوات انها سنوات انها بايام الاستعمار القديم. فاعتقد انه مصر قادره انها تبني هذه التحالفات وتستفيد منها وتفيد منها ايضا. خلينا نروح لاخبار اليوم صفحه 3، بعثت صندوق النقد الدولي بالقاهره 11 نوفمبر. هي بالتاكيد يعني هو موضوع انه الصندوق النادي هو واحد المؤسسات الدوليه الكبرى، انه يجي يزور. ف
فده شيء مهم جدا. يعني هي طبعا الزياره للاطلاع على احدث التطورات في المجال الاقتصادي اللي حققتها مصر في الفتره اللي فاتت. هم جايين كده، جايين عشان كده بس. بالتاكيد لازم يكون في تعاون. الصندوق برضو الناس فاهمه انه يعني بيسلف فلوس وبيدي فلوس بس. لا، الصندوق مؤسسه كبيره جدا. عنده ادارات للتقييم الفني ومتابعة. وادارات للدعم الفني وادارات للمساعدات اللوجستيه. يعني كل الكلام ده مش مجرد انه بياخد ويدي. يعني لا، انا ممكن ما اطلبش من الصندوق اي قروض، اطلب منه مساعدات فنيه. تيجي ادارات تطور لي في مجال، في قطاع مثلا محتاج انا في قطاع النسيج مثلا، يقول لي ازاي تقييم وهيكله القطاعات عندنا احنا محتاجين. ده غايب عن عقول كتير على فكره. لا، احنا عندنا الصندوق مش مجرد بس فلوس، ياخد هذا المفروض بيقدم لك. احنا يعني احد وظائفه انه بيقدم لك مساعدات وخدمات فنيه. انما هو لما بيجي بيشوف ان مصر على الاقل في فتره قصيره استطاعت ان تحقق الى حد ما استقرار اقتصادي، هناك يعني جهد في التشريعات الاقتصاديه للاصلاح زي ما حصل في مسألة رفع قيمة الدعم عن الطاقة وقوانين الاستثمار إلى آخره. كل ذلك ده بيبقى بتيجي بعثة بتقيم، لأن هذه البعثة بالتأكيد بتطلع تقارير. المؤسسات دي بتطلع تقارير، هذه التقارير بتروح لكبار المستثمرين أو الدول الكبرى. فكل ده بيدعم الاقتصاد المصري طبعا. كل ده له تأثير إيجابي عليك. طيب خلينا نروح لجريدة المصري اليوم، صفحة 1، المركز اللوجستي لتداول الغلاء ليحرر مصر من الضغوط الدولية. يعني أعتقد أنه ده من ضمن المشاريع القومية الكبرى، وأنه إن شاء الله لو تنفذ في خلال سنتين زي ما الرئيس السيسي طلب من وزير التموين، أعتقد أنه يعني هيحول لمصر لثالث أكبر مخزن أو مركز لتخزين وتداول الحبوب. هي المسألة مش مجرد بس مركز، هو المفروض تكلفته الاستثمارية حوالي 13.5 مليار جنيه. طبعا هيكون في شمال شرق ميناء. حضرتك قلت تخزين وتداول. تخزين وتداول. فبالتالي انه انت على الاقل يعني هتحكم في نسبه كبيره جدا من حجم تجاره الغلال في العالم. انت بتتكلم على تقريبا 65 مليون طن سنويا. هذا المركز مش مجرد بس كده، لا، ان انت بتتكلم بقى على انشطه القيمه المضافه. يعني ايه انشطه القيمه المضافه؟ المصانع اللي هتقام على هامش هذا المشروع. المركز انت بتتكلم على مصانع طحن وزيوت وصوامع وصوامع وقوه اقبيه وكل الحاجات دي. خبر حلو ده. فبالتالي ان انت بتتكلم على مشروع قومي ضخم جدا. احنا علينا نهتم بالمشاريع دي. احنا بنحس ان دي الاخبار بتعدي كده، ما حدش بياخد باله، خبر وعدى. ولكن ده مشروعات في دول اخرى بتحتفل بيها وتحتفي بيها وتعتبر المشروع القومي الاول. خبر حلو. يعني اعتقد انه تم بالفعل يا استاذ عادل، هينقل مصر نقله وطفره بالتاكيد. يعني انت على الاقل يعني هتبقى محطه مهمه جدا في موضوع الحبوب، وخاصه سواء القمح او غيره. فبالتالي هيكون كمان ليك وللمنطقه خير. بدانا يا استاذ عادل نتكلم على مشروعات قوميه لها تاثير شديد جدا. هي المشكله بس انت عندك الامكانيات والموارد، بس ازاي تشتغل في دول تانية ما زلت دايما تقول التفعيل. انا يعني انا اقول لك في دول ما يعني ما عندهاش شيء، ولكن قدرت تستغل امكانياتها البسيطه علشان تبقى مكان اقتصادي كبير جدا، يعني زي هونج كونج او دبي. نروح للشروق، صفحه 8، الشمس ورياح طريق مصر للخروج من الظلم. استاذ عادل، الخبر ده كنت لسه بتكلم الصبح مع ايمان عليه. انا دايما اسمع من فتره طويله جدا موضوع الطاقه البديله، وبنتكلم علشان نخرج من مشكله ازمه الوقود او ازمه الوقود، ولكن برضه هرجع لكلمتك، ازاي انفع الكلام ده؟ ما هو لازم يكون يعني هي بقى يكون هناك اراده، الاراده الاول عشان نقدر نفعله. ولازم يكون يعني يبقى في جرأه في اتخاذ القرار. يعني انا اعتقد انه اخيرا لما مجلس الوزراء حدد سعر بيع الطاقه ماشي. يعني لا، ده هيشجع القطاع الخاص، لازم تشجع القطاع يدخل الخاص في المنظومه، ولازم يبقى في قانون، يبقى في ضمان، قانون ضمانة او حمايه المستثمر. هو ده اللي هيخلي المستثمر يرجع، لانه مساله الشمس والرياح لازم تشجع القطاع الخاص. دول كتير في العالم بقت القطاع الخاص هو اللي يدخل فيها، وعليها وبتخش هي بقى في مصادر الطاقه الضخمه، المشاريع الضخمه زي الطاقه النوويه. احنا عندنا لسه مشروع
المفروض اتشكلت له الهيئه بالنسبه للطاقه النوويه ده الدوله، انما انت مفروض يعني تفوض او توكل او تسيب القطاع الخاص انه يشتغل في مثل هذه الانواع من الطاقه، سواء الطاقه المعطاه الطاقه الشمسيه او الطاقه الرياح والضمانات اللي حضرتك قلت عليها، ولازم يكون يبقى في قوانين واضحه لتحمي هؤلاء المستثمرين وتشجعهم ايضا للاستثمار في هذا المجال. تمام. نروح لجريده المصري اليوم صفحه 1، واشنطن ندعم جهود الجيش المصري في سيناء. نربطه بس بالخبر اللي بعده اللي هو مقتل 4 تكفيريين. وضبط 10 يعني هي المساله يعني حان الوقت، يعني حمله الجيش الحاليه يعني بتقول انه حان الوقت ان تعود سيناء كامله للسيطره الامنيه المصريه، لان اعتقد هذه هي اول خطوه لتطهير سيناء من بار الارهاب. الارهاب لا يقضى عليه الى ما لا نهايه الى الابد، ولكن في النهايه ان تكون سيناء تحت السيطره الامنيه، هذه الخطوه الاولى لبدء بعد ذلك مشروع التنميه اللي تاجل اكثر من 30 سنه. احنا بنقول من هنا كفايه اهمال لسيناء ولاهالي سيناء، اذا كان احنا ورا الجيش ودعمه في حرب المقدسة لتطهير سيناء من بار الإرهاب، اعتقد ان احنا علينا ان احنا على الفور كمان نفكر في مشروع التنمية اللي لازم ننفذه بالزبط. يعني حتى لتكون مسرحا مرة اخرى لهذه العملية. الولايات المتحدة الامريكية بالتاكيد يعني هي كمان في مأزق في المنطقه، فكان لازم هتدعم مصر لانها في حرب اخرى ضد الارهاب. واعتقد انه مساله الاصراع في تزويد مصر بالعشر طيارات الاباتشي المتبقيه ده خير دليل على دعم الولايات المتحده لجهود مصر في حرب الارهاب، واللي كانوا بيراهنوا ان الولايات المتحده ممكن يعني تعارض هذه الخطوه طبعاً. يعني اعتقد انه كان جاء رد الخارجيه الامريكيه يعني عشان يسكت كل هذه الاصوات، ولكن الحرب ليست سهله. لا طبعا. انت سبت سيناء فتره طويله جدا وعشش فيها الغربان والارهاب وارهاب وتطور صحيح. وارهاب اصبح حق كمان تطور نوعي في طبعاً. عملياته طبعاً. وفي تسليحه وفي اشخاصه حتى، فبالتالي هي العمليه صعبه، ولكن ان شاء الله الجيش المصري ينتصر فيها ونبدا بقى نفكر بشكل عملي وفعلي في تنمية هذا الجزء العزيز. طبعا احنا ربطنا الخبر ده بالخبر الموجود في الاهرام صفحه 1 اللي هو مقتل 4 تكفيرين وضبط 10 ارهابيين بسيناء، وده من خلال الحمله التي يقودها الجيش المصري على الشريط الحدودي. خلينا نروح لجريده الشروق صفحه 1 وتفاصيل جديده عن خليه اخوان او خليه اخوان مصلحه السجون. يعني هو ده الخبر يمكن الخبر الشروق والداخليه داخلين في مساجله بقى لهم فتره. الشروق بتقول انه الاخوان جوه يعني بيشكلوا خليه بيعملوا تنظيمات ده في الداخل في ظل ما فيش رقابه امنيه. الداخليه بتقول لا، نفت الكلام ده كله، ففي سجال، لكن هي المساله ان احنا محتاجين بالفعل يكون في رقابه داخل داخل السجون. وليه؟ لان ممكن ده يكون موجود فعلا يا استاذ عمرو. لا يمنع. احنا شفنا يمكن لنا تجارب قبل كده خرجت من تحت عبات الاخوان في السجون، جماعات زي جماعات التكفير والهجره من داخل السجون. شكرا مصطفى. من داخل السجون بيتم تجنيد وتخطيط وتم تاسيس لنواه جماعات من داخل السجون، فانا اعتقد ان محتاج العمليه الامنيه تكون اكثر انتباها لمثل هذه الاشياء. اليوم 7 صفحه 1 مفاجاه، اعضاء بالاخوان يخوضون الانتخابات بقرارات منفرده. او التاكيد يعني هو الاخوان يعني مش هيسكتوا، بيخططوا بالتاكيد طول الوقت، زي ما هم بيبدعوا في الارهاب هم برضو بيفكروا ان هم يكونوا الانتخابات صوت داخل او اصوات داخل. مش مفاجأة يا أستاذ عادل متهيألي. هي مش مفاجأة لأنه أنت عندك يعني أشكال سياسية كتيرة أحزاب كتيرة ممكن الإخوان يدخل بين من خلالها إلى المجلس، لكن الواحد دايما يراهن على وعي الشعب في إنه يقدر إنه قادر على الفرز السياسي والتمييز الجيد جدا للأعضاء أو المرشحين بالزبط. للبرلمان إن شاء الله. بالظبط. جريدة المصر اليوم صفحة 1، فشل مفاوضات الجنزوري مع الأحزاب حول القائمة الموحدة. ده اللي بقالنا كتير بنتكلم فيه. يعني احنا يا جماعة الخير يعني خلينا في الظروف اللي زي دي، احنا محتاجين نتوحد. جبهة وطنية او جبهة مدنية عريضة تضم كل أطياف
السياسي في مصر اللي هي بتمثل التيار المدني فبالتالي ما نسيبش الفرصه لمساله المصالح الشخصيه بالزبط. بتاع لو على المصلحه العامه، لانه طبعا الخلافات كلها حوالين المحاصصه يعني او حصص كل حزب في القوائم البرلمانيه القادمه، فبالتالي ده اللي بيؤدي الى يعني بيبقى صراعات داخل التحالفات دي، وشفنا قبل كده التحالفات اللي كانت مع التحالف الوفد المصري مع الديمقراطي الى اخره، كل هذه التحالفات المفروض يتم اعلاء المصلحه العامه في الوقت الحالي، لانه المرحله مش مجرد هتبدا بالانتخابات، هي هتبدا بتشكيل مجلس الشعب او البرلمان القادم، مرحله في غايه الحساسيه والاهميه لاصدار تشريعات وقوانين احنا محتاجينها المرحله الجايه، فهي مش عايزين خلاف. بنطالب كل القوائم وكل التحالفات وكل الاحزاب ان تعلي المصالح الوطن فوق مصالحها الشخصيه. يا ريت. جريدة اليوم السابع صفحة 1، الكسب يقدم قائمة بأسماء رموز عهدي مبارك ومرسي المتورطين في الاستيلاء على أراضي يعني ده الدولة. ملف أنا شايف حضرتك كده إيه يعني تنهبت. ده ملف كتبنا فيه وطالبنا فيه يعني بصراحة يعني هذا الملف. طب كويس إذا ما كانش يعني جه متأخر بس يعني هو كويس. يعني أنت تأتي متأخرا خير من اللي تأتي. بالظبط كده. بس هي المسألة بالفعل لازم يبقى يتم التفعيل زي ما بقول، انت كونت لجنه بالفعل وعندك المساله مش محتاجه يعني القوائم موجوده ومعروفين. انت قدرت عمليه الاستيلاء على الاراضي دي، رئيس الوزراء بقول على الرقم على لسان رئيس الوزراء بحوالي 94 او 93 مليار جنيه، تخيل. لا انا يعني مش ده الرقم ده مش طبيعي. ضخم. لا ضخم ضخم وده طبيعي بالمناسبه، انت بتتكلم لو تكلمنا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي او مصر اسماعيليه الصحراوي، ده بس مجرد بس بديك نموذج بسيط جدا، لكن هو التقديرات لحجم الاستيلاء على الاراضي يقدر بحوالي 94 مليار ما شاء الله. مليار جنيه يا سيدي، انا بقول عاوزين 70 مليار والباقي نتفاوض عليه، مش محتاج، انت عندك موارد مهدره كتير، ثروات دوله مهدره. انا وقتي بينفذ الحقيقه، هنروح لاخبار تانية، ولكن عايز اقول يا ريت 60 عاما على الثوره الجزائريه بس عشان يعني نقدم ذكرى هذه الثورة الرائعة. بالظبط. التهنئة لبلد عزيز علينا جميعا. بالظبط. بلد شقيق، بلد ضحى بمليون ونص مليون شهيد من أجل حريته ومن أجل استقلاله الوطني. الدم المصري اختلط مع الدم الجزائري في الثورة الجزائرية مثلما اختلط الدم الجزائري مع الدم المصري في 73. فالعلاقة علاقة دم مش مجرد علاقة عادية، يعني هذه الثورة من الثورات الأيقونات في العالم، الثورات الكبرى في العالم، فإحنا بنقول للجزائر كل عام وثورة مجيدة تحقق الاستقلال، وأعتقد يا رب إنه مرت بمراحل وحققت الآن الجزائر استقلالها في الداخل وفي الخارج. دولة عربية شقيقة. الأهرام صفحة 1، مواجهات في يوم غضب فلسطيني لإغلاق الأقصى، وجايز أنا حطيت حتى خط تحقيق يعني لإغلاق الأقصى ده. يعني اللي عايز اقول انه يعني اسرائيل طبعا بتستغل كل ظرف تاريخي طبعًا. وكل ظرف سياسي في المنطقه لتنفيذ مخططاتها، زي ما احنا شفنا شغاله في الاستيطان، شغاله في محاوله تدمير الاقصى، والعالم العربي مشغول للاسف بظروفه الداخليه، لكن يعني احنا نامل انه بالفعل تمر هذه الاحداث سريعا وتعود القضيه الفلسطينيه مره اخرى والاقصى الشريف مره اخرى الى واجهه المشهد. استاذ عادل اسنهوري مدير تحرير جريده اليوم السابع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل المتاني والرائع، وعلى وعد بلقاء متجدد ان شاء الله. مشاهدينا ما زلت باكد على حضراتكم تواصل من خلال ارقام تليفوناتنا، وبالتحديد فقره قادمه عن فقره الكروت الذكيه في منظومه التموين الجديده 0900 983 1480، بننتظركم للمشاركات، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.